نشوى السكري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعينا أينما كنتم، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من طبابة عبر أثير إذاعتنا ألف ألف أف أم الموج السعودية. معكم أنا نشوى السكري من خلف المايك إلى الساعة 2 بعد الظهر في ساعة حوارية طبية مباشرة مع ضيف جديد من ضيوفنا المميزين اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابة. برنامج طبابة هو برنامج طبي تفاعلي بيعرض مواضيع صحية مختلفة، بنتكلم فيه عن طرق الوقاية من الأمراض مع عدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في المجالات الطبية المختلفة اللي بيشاركونا دائما أبرز المستجدات المتعلقة بعالم الطب والرعاية الصحية. يسعدني تواصلكم معنا على هاتف البرنامج 012-61-61-100 أو إرسال رسائلكم واستفساراتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. أيضا بإمكانكم التواصل معنا من خلال تحميل تطبيق ألف ألف أف أم، سواء كان جهازك أندرويد أو آي أو إس بإمكانكم التواصل معنا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. اللي حابب أن يشارك هذه الحلقة لأحد مهتم بموضوعها أو يتابع الحلقة من بدايتها، الحلقة راح تكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة على اليوتيوب. أما موضوع حلقة اليوم، طبعا جسد الإنسان وحدة متكاملة، والأسنان جزء مهم من سلامة وصحة الجسد. أي تسوس فيها أو في اللثة أو أي فقد للأسنان بيتداعى له الجسد بأكمله ألما ومرضا. التهاب اللثة بيأثر بشدة على جسم الإنسان، لكن البعض يرى أنه سلامة الإنسان هو أمر أو سلامة الأسنان هي أمر كمالي، وهو معتقد غير صحيح إطلاقا. فالأسنان بتعطي انطباع مو بس عن صحة الجسد، وإنما بتعطي انطباع عن شخصية الإنسان، عن طباعه، عن سلوكياته، عن طريقة تعامله مع الحياة. يعني نقدر نقول باختصار إن الأسنان هي السي في اللي يخلينا نحكم ولو حكم أولي على الشخص اللي إحنا بنقابله. الموضوع أكبر من مجرد شكل الأسنان أو وظيفتها أو صحة الفم أو صحة الجسد، الموضوع حياة متكاملة، الأسنان هي العنصر الرئيسي فيها. وهذا هو موضوع حلقتنا اليوم اللي هو الأسنان مرآة لصحة الإنسان. أرحب بضيفي في حلقة اليوم الدكتور جميل عارف، استشاري طب وتجميل الأسنان بأكوادنت لطب وتجميل الأسنان. حياك الله دكتور. حياك الله، أهلا وسهلا، وحياك الله بجميع مستمعين ألف ألف أفهم. الله يسلمك دكتور. العنوان اليوم الأسنان مرآة لصحة الإنسان. صحيح. الحقيقة خليني أقول لك، إحنا كمجتمع الأطباء في العموم والأسنان يمكن في الخصوص غالبا ما ينصب اهتماما على مشاكل معينة متكررة، وأنا ما بالغ الجانب هذا لأنه مهم لتثقيف المجتمع، لكننا وبكل صراحة قد لا نكون بنسلط الضوء كفاية على جوانب أخرى أنا أعتبرها أعمق وأشمل، ونوعا ما فقدنا الدخول في عمق البنية الصحية النفسية الجسدية للإنسان ككل كوحدة واحدة. هو الأسنان مرآة لصحة الإنسان ما هو إلا لشد الانتباه والوعي أنه جسمك وصحتك هي واحدة واحدة خلقت بهذا الشكل تشتغل مع بعض، وشيء معين أو ألم معين في منطقة قد يظهر ويعبر نفسه في منطقة أخرى من جسمك. والإنسان مرآة للجسد في اعتقادي أنه ضرورة، خاصة في مجتمع زي مجتمعنا كيف أنه بيشوف منطقة الأسنان على أنها حاجة زايدة، حاجة ما ليها اهتمام كبير، والجملة الشهيرة اللي الكل يسمعها خلاص سن شيلوا واخلعوا. هذه الجملة بالفعل هي اللي خلت أنه الكلام لازم يكون فيه ضرورة عن أهمية دور الأسنان كجزء وعضو مهم في جسمك زيها زي أعضاء الجسم الأخرى. الأسنان مرآة لصحة الإنسان بداية قد تكون بداية فيها شيء شوية من الاستغراب، لكنها حقيقة وصادمة للناس. زي ما قلتي هو سي في متحرك ليك. الناس حوالينك يقدروا ولو بشكل بسيط يستنبطوا معلومات عنك ونبذ عن حياتك من خلال شكل أسنانك. مثال يعني يقدروا يعرفوا عن مستوى نظافتك ورائحتك واهتمامك بنفسك، هذا رقم واحد. مهما كان العطر اللي تحطه أبداً من أغلى البراندات، من أغلى البراندات حيعرفوا هو أنت بتحطه وبتخبي شيء اللي أنت ما تبى الناس تعرفها، ولا أنت بالفعل بتحب الرائحة العطر. صحيح. حيعرفوا مستوى تعليمك وتأثير التعليم ده عليك، يعني أنت مش ممكن تكون متعلم لكن ما في التعليم ده انطباع عليك في حياتك العامة. فحيعرف يقدر يستنبط دي المعلومة انك انت ما بتستفيد من التعليم اللي انت اخذته. يقدروا يستنبطوا حالتك المادية واولويات صرفك.
صحيح صح ولا لا؟ أكيد بالزبط. مهما كان الإنسان لما تجيني أسنانه مسودة ومسوسة وفيها مشاكل أكيد يما إنه ما عنده المقدرة المادية صح. أو إنه إنسان غير مهتم صح وحتعرف غالباً والاثنين غلط صح وحتعرف غالباً منه ولو تبدأي معه أي حوار حتعرف تأخذ المعلومة دي منه أو لا تمام وممكن حتى يلاحظوا حالتك النفسية وتأثيرها عليك في الحياة العامة هذه ممكن جدا الناس كثير تهملها لكنها معروفة وسط وسط الناس اللي شوية تعرف تستنبط الأحكام من الناس أنا ممكن أقدر أحكم على الشخص اللي قدامي حالته النفسية كيف من خلال أسنانه فهذا الكلام كله حول أنا وإنت نتكلم فيه خلال اللقاء ونسلط الضوء عليه من ناحية كيف إنه أسنان مرآة لجسد الإنسان. جميل يا دكتور إحنا اليوم هناخد الموضوع يمكن مو من جانب طبي بحت الجانب الطبي موجود أو الصحي موجود لكن هنتكلم عنه من جانب نفسي من جانب إنساني من جانب مادي من جانب اجتماعي من جانب تعزيز ثقة في النفس حتى في أهمية الحصول على وظائف وعلى مكانة اجتماعية في المجتمع كلام جدا صحيح فهذا هو الموضوع العلاقة بين الأسنان وبين الجسد وبين الجسد والأسنان لأنه هي علاقة عكسية 100% يعني الإنسان هذا بيترتب عليه أشياء وهذه كمان بيترتب عليه أحسنتي في تعبيرها بهذا الشكل إنها هي من الأسنان للجسم من الجسم للأسنان نعم. فهي علاقة متبادلة طول الوقت جميل طيب خلينا نأخذهم كذا جانب جانب نبدأ بالحالة النفسية للإنسان الأسنان لها دور سلبي وإيجابي على الحالة النفسية صحيح خلينا نتكلم عن هذا الجانب طيب الحالة النفسية يعني لما بنقول إنه الحالة النفسية تأثر على الإنسان في اعتقادي انه يعني شكل الاسنان كنا زمان اول ما بدات الابحاث في هذا الجانب كنا بنقول هل هو الاسنان اللي هي ما هي كويسه واللي ما يهتم في اسنانه مين السبب ومين النتيجه هل هي الحاله النفسيه اللي بتؤدي لانه هو ما يهتم في اسنانه ولا عدم اهتم انه اسنانه ما هي نظيفه وما هي كويسه هي اللي بتدخله في حاله نفسيه صح. والحقيقه مع الخبره ومع التجارب معظم دكاتره الاسنان لقوا الجواب هي بين الاثنين هي شعره في النص قد تروح هذا الاتجاه في بعض الناس وقد تروح في اتجاه اخر لبعض الناس لكن هي بالفعل مترابطه وكل من السبب والنتيجه يؤدوا لنفس السبب والنتيجه فما كان سبب عند اخر هو نتيجه عند احد اخر طب ايش نبدا فيه اللي نبدا فيه دائما خلينا نقول بحكم اني طبيب اسنان فاللي ببدا عليه صحه الاسنان هو الاسهل هو الاسرع في النتيجه احنا لما بنيجي احد بيجي وعنده مشاكل في اسنانه يعني اول سؤال يعني الدكتور شويه بيكون خلاص طبيب في النهايه فبعرف اللي قدامه والله هو بيعرف يتكلم بحسن يلقي الخطاب بيرد كل جواب في مكان بيقول له والله انا اهملت عارف جوانبه هذا حتعتقد انه هو مو حالته النفسيه اكثر من الاسنان دخلته في حاله نفسيه لانه بيتكلم كويس عنده مشكله في الاسنان وهو عارفها وجاي على الكرسي صح. وفي العكس في اللي هو بالفعل خلاص جاي اللي هو يعني وصل ل يعني حالته النفسية جدا اللي هي بطريقة صارت هو متأكد إنه حالته النفسية هي اللي وصلته إنه ما بيهتم في أسنانه وبيوصل لهذه النتيجة هو ما بيهتم بأسنانه ولا صار يهتم بأي شيء يعني بالفعل. حالته النفسية أثرت على كل شيء بالفعل. في الحياة دولة ليهم طريقة علاج شوية مختلفة اللي هو فيها شوية إعادة ثقة بينه وبين الطبيب اللي قدامه وفيها نوع من أنواع الكلام بنتكلم معاه مو بندخل بأشد العلاجات وأشدها صعوبة ما بنبدأ بها بنبدأ بمواعيد خفيفة بعدين بكبرها شوية والأشياء اللي المجتمع شوية أنا أقول إنهم هم شايفينها حاجة غلط لأنها ما هي حاجة غلط بيقولوا لو سمحت زور طبيب نفسي أكيد أيوه. بالضبط هذا جزء كبير من العلاج إنك أنت في حاجة مشكلة سوت لك مشكلة قد تكون حالة نفسية أو أنت بتكون سهل عليك تدخل في حالة نفسية بسبب اللي وصلت له فممكن نتدخل في وقت من الأوقات إنه إحنا نستخدم الطبيب النفسي معنا في رحلة العلاج ويذكرني أحد الصراحة المرضى كانوا قبل فترة من الفترات واحدة من الأخوات جاتني عندها يعني مشاكل في أسنانها أو بلاش مشاكل في أسنانها أسنانها كانت نظيفة كانت كويسة صار عندها كسر في واحد من الأسنان واحد من الأطباء قال له والله عندنا عرض أو عندنا ما شابه ذلك سوى لها كل الأسنان والعلاج غلط جدا بطريقة يعني خربت صحة أسنانها المريضة دخلت في حالة نفسية أكيد طيب هل هو السبب انه هي عندها حاله نفسيه وعندها اشياء في حياتها الاسنان هنا الأسنان كانت دخلتها في الحاله النفسيه وكانت بالفعل من الناس المتعلمات اللي قالت لي دكتور انا حروح يعني بالتزامن مع العلاج معاك انا بالفعل انا باخذ جلسات نفسي لان بالفعل دخلت في حاله نفسيه بسبب المشاكل اللي صارت لي في اسناني والحمد لله النتيجه كانت مره رائعه وحلينا مشكله الاسنان وخرجت من الحاله النفسيه كويسه بس هي الفكره بس كيف انه الحاله النفسيه تؤثر عليك صحيا على الاسنان جميل حلقتنا مستمره واسئله مستمرة عن الموضوع اليوم كيف إنه الأسنان هي مرآة للإنسان وكمان السي في حقه بعد ما نرجع من الفاصل
النشوى السكري. حياكم الله من جديد مستمعينا الأعزاء في برنامجكم طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيف حلقة اليوم الدكتور جميل عارف استشاري طب وتجميل الأسنان بأكوا دنت لطب وتجميل الأسنان. برحب فيك مرة تانية دكتور جميل. أهلا وسهلا. أهلين. طبعا إحنا موضوعنا اليوم أعزائي المستمعين هو عنوانه الأسنان مرآة لصحة الإنسان. يمكن اليوم ما هناخد الجانب الطبي بشكل كبير وإن كان محور من محاور حلقتنا، لكن هنركز على الأسنان في حياتنا من جميع النواحي واحد تاني، وقد إيش بتأثر على حياة الإنسان نفسيا واجتماعيا ومكانيا ووظيفيا وغيره. برحب باتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. دكتور جميل، الأسنان وعلاقتها بالحالة النفسية، إحنا لازلنا في موضوع الحالة النفسية وقديش هي بتأثر سلبي وإيجابي ولهم ولها علاقة مرتبطة، يعني الأسنان بتأثر على الحالة النفسية والحالة النفسية بتأثر على الأسنان. ندخل في نقطة تانية دكتور وهي فوبيا الأسنان. أيوه. فوبيا زيارة طبيب الأسنان، عندنا يعني الاثنين مع بعض. أيوه. صراحة فوبيا أو رهاب الأسنان بالعربي أنا أعتقده منتشر عندنا في المجتمع السعودي صراحة. غالبا هي إيش فوبيا الأسنان؟ فوبيا الأسنان هو كانت في واحدة صراحة هي دراسة أوروبية، لكنها قد تكون شوية تنطبق وتعطينا معلومات مبدئية، إنه حوالي 2.7 من الرجال عندهم فوبيا في العموم من الأسنان، وحوالي 4% من النساء عندهم فوبيا الأسنان. فهي منتشرة، هو موجود في المجتمع وموجود في كل المجتمعات، قد يكون من مجتمع أكثر من مجتمعات أخرى بسبب أشياء ما نبي نتكلم ونخوض فيها، لكنها هي موجودة وحاجة يعرفوها أطباء النفسيين اللي هي الفوبيا. الفوبيا بشكل عموم فوبيا الأسنان، رهاب الأسنان بالإنجليزي دينتو فوبيا، بالعربي رهاب الأسنان. رهاب الأسنان عندنا في عدة محاور، يعني الدكتور لما أوقات لما بيجي المريض عنده فوبيا من الأسنان، هذا لو جاء على الكرسي لو قدر بنشوف إيش نوع الفوبيا. يعني نوع الفوبيا بمعنى هل هو بس عنده اعتقادات خاطئة فخايف الاعتقادات الخاطئة دي تصير عنده مضاعفات منها. هذا دائما كلامه مع الطبيب في الزيارة الأولى واستشارته، بتروح منه هذه الفوبيا فبيجي الزيارات اللي بعدها. كويس. في بالفعل في فوبيا الخجل، يعني هو عنده خجل إنه يروح عشان أحد يشوف أسنانه بطريقة إنه هو خجلان من نفسه. هذه برضه هتتحل عن طريق إنه يجي الكرسي ويكسر الخجل بينه وبين طبيبه فبيبدأ بيعالج العلاج، وكثير ترى من الحالات بتنطبق تحت فوبيا الخجل. وعندنا فوبيا الخوف من المجهول، يعني هو في ناس ما يحب يبقى يعرف كل تفصيلة بتصير عنده. فهو لما بيجي عند الطبيب بيعرف انه حيتحط في الموقف اللي هو لازم يسلم 100%، ما حيقدر يراقب كل تصرفات صح. الدكتور على نفسه هذه تنشأ خوفيا فوبيا. اللي بوصل انه الفوبيا فيها انواع، فيها انواع شديدة مرة انه احنا نحتاج نتدخل يقول انا ما اقدر ابدأ لك، نحتاج تروح لدكتور طبيب نفسي عشان نبدأ سلسلة معينة من العلاجات عشان تبدأ مرحلة أولية تتخلص من هذه الفوبيا. بعدين أنا أبدأ معك. الفوبيا اللي بيجي ويقعد على الكرسي بنلاقي له أوقات أعراض، يعني هو يكون عارف نفسه المريض، يبدأ فيه تعرق زيادة، يده تبدأ تعرق، خفقان القلب، دكتور فمي ناشف، خايف فعلا، بالفعل يعني الأعراض ظاهرة عنده بقوة. حاجة معلومة اللي الناس كمان ما تعرفها، ترى الخوف سبحان الله يعني جسمك ما يعرف يفرق بين الخوف والخوف. بمعنى لو ظهر أنت ماشية في الشارع وطلع عليك أسد، هذا خوف صح؟ ايه؟ شايف الأعراض اللي بتجيكي؟ الخوف من مثلا من شخص معين جسمك ما يفرق هذا أسد ولا خوف من شكل معين، هو خوف في النهاية، هو بيفرز الأدرينالين، بيفرز الأدرينالين وبيشتغل بكل أنواع اللي هي اللي بيأثر على الجسم. فالجسم ما يعرف إيش المحفز اللي قدامك، يعرف إنه خوف في ذاك الوقت. فخوف الأسنان من حكاية التعرق، اليد، خفقان القلب، هذه كلها الطبيب بياخدها في عين الاعتبار، خاصة المرضى اللي هم عندهم مشاكل كثير في أسنانهم، مشاكلهم غالبا تكون شوية فوبيا يعني. فالفوبيا موجودة وحاجة صراحة بنواجهها إحنا كأطباء أسنان بطريقة يمكن ما بنسلط الضوء عليها زي ما قلنا، لكنها حاجة صراحة موجودة في المجتمع، وجزء كبير كبير من إهمال الناس لأسنانها جزء من الفوبيا. هذه مشكلة. هذه مشكلة بأنواعها اللي قلنا عليها. لكن إذا نجح إنه يتخطى هذا الحاجز ويروح يزور الطبيب، خاصة إذا كان الطبيب فاهم ومستوعب طبعا هذا الموضوع وبدأ يتعامل معاه بتدرج، إن شاء الله إنه صحيح. أنا أعتبر هذه الخطوة الأولى، وصراحة اللي يكون عنده فوبيا ويجي يجلس على الكرسي، يعني أنا أعطي له كمية محفزات أقول له أنت عارف هذه اللي أنت جيت وقاعد على الكرسي، هذه الخطوة الأولى خلاص خلصت. أنت دحين حتقدر تواجه كل اللي حيجي بعد كده، لأنه كانت الخوف هو الخوف الأولاني ده اللي أنت تيجي وتقول تتصل وتقول أنا بموعد وتفرغ نفسك وتيجي تقول على الكرسي، هذا تقريبا 50-60% من الخوف أنت لوحدك تغلبت عليه. جميل يا دكتور. طبعا دكتور معروف طبعا إنه الأسنان مو بس زي ما قلنا ما هي يعني حالة صحية أو انعكاس لصحة الجسد، هي لها تأثير كبير جدا على حتى علاقات الإنسان الاجتماعية. أعرف ناس
بسبب شكل الأسنان يمكن. في بعض الناس يخافوا انه يخرج يقابل الناس، يعني فعلا بتنعكس مو بس نفسيا، بتنعكس كمان على علاقاته الاجتماعية. الصراحة وافقك 100%، وحكاية لما نتكلمنا قبل كده عن الوسائل التواصل الاجتماعي، هذه الصراحة بدأت تفضح اشياء كمان فينا، يعني يمكن على مستواك الشخصي. كان في اختبار بسيط نسويه لما كنا في نشتغل في عيادات التجميل، يعني ما يقول انا ما اعرف انا عندي مشكله ولا ما عندي مشكله، نقول له افتح اخر 5 صور كنت بتضحك وتبين اسنانك ولا لا. بالفعل كان اختبار بسيط بس يخلي المرء يقعد بينه وبين نفسه يفكر. والله انا اخر 5 صور كلها ما بظهر اسناني. في بعضهم يكون واعي انه هو بالفعل عنده خلل معين في شيء معين فما يبي يظهره، لكن هذا كله بيخلق نوع من انواع انك انت ما بتطلع اسنانك. اسنانك خلقت عشان تبان مو عشان تخبيها. صح. اذا انت حتخبيها ما خلقت لهذا الشكل يعني. فالمظهر في المظهر الخارجي من ناحيه الاسنان زي ما قلنا هو بينعكس، اللي قدامك بيحكم عليك من خلال اسنانك. ما بقول حكم هو صح ولا غلط ولا، لكنه بيقدر يستنبط معلومات عنك. انت حتروح توظف، تروح تقدم على وظيفه، صدقني 100% اللي بيقابلك في الوظيفه ده طلف اسنانك، تاكد 100% انه هو حكم عليك في جزء من حكمه عليك من نظافة أسنانك. أكيد. بالفعل لأنها بتعكس عليه أنت كيف مهتم بنفسك أصلا. وحب الأسنان أعتبره أو حب الجسم في العموم هو أولوية. إذا ما كان أولوية عندك يعني صدقني كل الأشياء الثانية ما تسوى. أولويتك هي نفسك، وأسنانك هذه جزء من أولوياتك. صحيح. لأنها من الأولويات اللي تبان للناس. ما تقدر تخبيها. صح. لازم تظهرها للناس. صحيح. وفي دكتور نظرية نفسية قريت عنها يقول إذا أنت ما حبيت نفسك فلا تتوقع أنه أحد راح يحبك. 100% لأن حبك لنفسك هو انعكاس أنه الناس تبدأ تحبك. بالضبط. بالفعل. صحيح. بالضبط. وإحنا بنعكس للناس الشيء اللي شايفينه. أيوه. عن نفسنا. بالضبط. واللي حب نفسه يعني إيش حيسوي؟ حيضحك طول الوقت مبتسم وجهه ما هو عبوس. لكن اللي ما يبغى يظهر أسنانه قد لا يكون هو داخليا عبوس، لكن انك انت ما بتظهر اسنانك بيعطيك المظهر انك عبسه. مع ان انت قد لا تكوني داخليا في مشكله معينه لكن ما تبي تبيني اسنانك. فدائما الوجه مقفل، دائما العضلات مشدوده، هذا كله يؤثر حتى على تجاعيد الوجه، على انك تباني اكبر من عمرك. هذا كله العلاقه بسبب قد يكون انت في سن شايفته خلل عندك وما بتظهري. صحيح. صحيح. مو بس كده دكتور، كمان يعني اعتقد هي كمان مسؤوليه الوالدين لما يكون عندهم أطفالهم في عنده مشكلة في الأسنان ويصير مثلا في تنمر عليه، هذه الحالة بتتربي عند الطفل مشكلة نفسية راح تكبر معاه بمرور الوقت حتى لو هو تخلص منها مستقبلا. اي والله كلامي جدا صحيح. ويعني انا طبيب بالغين تجميل، لكن في ناس يعرفوني مثلا امهات او شيء معين لما يكون الولد يبدا خلاص اسنانه اللي دائما تبدا تظهر لكن هو مو كلها ظهرت وتكسر منه، يعني بالفعل انا يعني احب هذا النوع من الاباء انه هو بيجيبه ما يبي يوديه المدرسه سنه مكسور لانه يبدا يتنمر عليه. أيوة. فبالفعل بيهتموا، في اهالي بتهتم وعارفه اهميه الاسنان. دكتور والله دحين هذا ولدي كيف اذا في مشاكل معينه اتنمر عليه؟ نقول لا لا لا، احنا كل شيء يتصلح، كل شيء فيه حاجه معينه، بس الخطوه اللي انت اخذتيها بانك انت تبي تسوي له سنه المكسور ولا كيف اسنانه لازم تظهر بطريقه لائقه، هذا شيء انت لازم تحييه في نفسك انك انت ما خليتي طفلك يعدي في اشياء قد تكون تسبب له الم نفسيه لاحق. صحيح. هي مسؤوليه ولازم الانسان يكون على قد المسؤوليه. طيب خلينا دكتور الان ننتقل الى الجانب الخاص، الجانب الطبي، لانه هو مهم وبيأثر. من الاشياء المهمه جدا احنا قلنا علاقه الاسنان بصحه الجسد. صحيح. وقد ايش انه في اشياء مشاكل الفم والاسنان بتنعكس سلبا على صحه الجسد. صحيح. فخلينا نتكلم ناخذها كذا. طيب منطقه الفم في العموم يعني ناخذ هذا محور الصراحه. هي التقاء لثلاثه من اجهزه الجسم اللي هي نعتبرها الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، والجلد. تمام. هذول مع بعض بيرتبطوا في منطقه الفم، فلو نبي نتفرع عليها بنقول اوقات يصير في ترابط. احنا قلنا الجسم يشتغل كوحده واحده. ايوه. فالجزء من لو في خلل في الاسنان بياثر اللي على خلل في الاجهزه الاخرى. تمام. خلينا ناخذ مثلا على الجهاز الهضمي. يعني الجهاز الهضمي من الاشياء الصراحه اللي اكثر انعكاسه علينا احنا كاسنان. احنا تكلمنا على الاسنان انه حكايه المظهر، حكايه الحاله النفسيه، لكن خلينا نعتقد انه هذا كله مثلا موجود وما في لا حاله نفسيه ولا فيها حاله ولا شيء، لكن مريض عنده فقد لثلاثة أربعة اسنان وهل تعتقد انه هو بيطحن الطعام بشكل صحيح؟ اكيد لا. اكيد لا. هذا ينعكس عليه بسبب خلل في سنه، صار عنده خلل في الجهاز الهضمي. هذا لا يعني انه هو عنده والله قرحه في المعده ولا شيء، لا، هذا يعني انه هو ما بيطحن الطعام بطريقه جيده،
فصارت عنده مشاكل بسبب فقد لأسنانه. هذا واحد من النوع اللي احنا نعرفها ده ومشهورة ترى على فكرة هذه. حكيت انه لما نبدأ يفقد الأسنان خاصة مع الكبار في العمر, فهم يعتقدوا انه والله وانا عندي مشكلة في الجهاز الهضمي, الجهاز الهضمي يكون سليم ما في شيء. طب فين المشكلة؟ مشكلة انك انت ما عندك أسنان وما بتعوضها, فهذا بيأثر عليك في الجهاز الهضمي. جميل. هذه أكثر الأنواع الصراحة انتشارا. هنكمل يا دكتور مع حضرتك تأثير الأسنان وصحة الفم على الجسد وكيف بتظهر أو كيف بتؤدي لظهور أمراض عضوية, لكن بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا. رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الأعزاء لبرنامجكم طبابة على إذاعتكم ألف ألف أف أم الموجة السعودية, ومع ضيف حلقة اليوم الدكتور جميل عارف استشاري طب وتجميل الأسنان بأكوادنت للطب وتجميل الأسنان. موضوعنا اليوم عن الأسنان وكيف إنه الأسنان تعتبر مرآة لصحة الإنسان, مو بس صحة الإنسان, صحة الإنسان سلوكياته حياته تعاملاته حتى طباعه المختلفة نقدر نحكم فيها من خلال مظهر أسنانه واهتمامه فيها. أحييك مرة تانية دكتور جميل وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. دكتور احنا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن تأثير الأسنان على صحة الجسد, وقلنا أنه الأسنان لها تأثير مباشر على الجهاز الهضمي, وأنا بتفق مع حضرتك تماما في هذا الشيء. كثير من الناس بيعاني من مشاكل, مثلا عنده انتفاخات, عنده غازات, يتوقع أنه عنده مشكلة في المعدة, عنده مشكلة في القولون, الناس اللي عندهم إمساك مزمن في بعض الأحيان. تكلمنا عن هذا الجانب, يعني كيف الإنسان يقدر يعرف أنه أنا مشكلتي في الأسنان ما هي في طبيعة الأكل ولا في الجهاز الهضمي ولا في المعدة؟ طيب يعني عشان أجاوبك ده السؤال قبل ما نستبحر شوية في الموضوع, لو أنت عندك سن واحد من ضروسك مفقود, تأكد 100% أنه عندك مشاكل في الجهاز الهضمي. سن واحد قد لا تكون مبينة في الوقت الحالي, لكن حتبدأ مراحلها تبان. ليش؟ لأنه طحن الطعام يستلزم وجود أضراس. أوكي. فعدم وجود الضرس بيخليك تبلع الأكل قبل هضمه. تمام. فلما بيدخل في الجهاز الهضمي الله خالق إنه الفم والأسنان باللعاب بيطحن الطعام بطريقة, واللعاب بيفرز أنزيمات مبدئية مهضمة عشان لما يوصل للمعدة يبدأ شغل المعدة. لكن لما توصل خلينا نقول الأكلة أو اللقمة اللي أكلتها بطريقة غير مطحونة بشكل جيد, بالفعل بتعلك في الجهاز الهضمي, ما يقدر يطحنها لأنه يحتاج وقت طويل عليها يعني, وهنا تنشأ الامساك وال زي ما تفضلتي والانتفاخات اللي بتصير. فأنا أقول له قاعدة عامة, لو في سن واحد مخلوع طيب يعني يمكن أبالغ, بس خلينا نقول 2 أو 3, لكن اللي هي بدايتها 1, لو ما عوضته تأكد 100% أنك أنت متجه في مراحل حياتك العمرية أنه تصير عندك مشاكل جهاز هضمي. المهم أنه يبدأ يعالج أسنانه علشان يتلافى هذه المشاكل المستقبل. سن مفقود لازم يعوض. تمام. طيب علاقة الأسنان بالجيوب الأنفية وآلام الأذن يا دكتور؟ هذه صراحة إحنا زي ما تكلمنا الجهاز الهضمي, الجهاز التنفسي واحد من الأجهزة اللي تلتقي مع الفم. الجهاز التنفسي عندنا ترابط عميق جدا مع الأسنان بطريقة, خليني أشرحها بطريقة شوية علمية لكن أبسطها للناس. جذور الأسنان أو أعصاب الأسنان اللي موجودة جوة الأسنان بتلتقي وبتشترك مع الجيوب الأنفية في نفس الـ خلينا نقول الموصل العصبي. صح, كأنه سلك كبير وبتفرع منه فروع. تمام. الفروع دي بيروح للأسنان وشيء بيروح للجيوب الأنفية. فلما تضرب الجيوب الأنفية أوقات معينة لما بيتغير الجو ولا بيصير المريض قد لا يشتكي من الجيوب الأنفية, بس يجي يقول أسناني توجعني. أوكي. هي مشاكل في أسنانه مو بالضرورة. هذا جهاز الجيوب الأنفية عنده مشكلة فيها أثرت له في أعصاب الأسنان, فصار يحس بطريقة معينة في الأسنان. أوقات بنكشف وبنلاقي إنه في مشكلة في الأسنان, فهي علاقة متبادلة يعني. لكنها أوقات كبيرة مترابطة مع بعض بالفعل. وطريقة من الناس اللي تعرفها غالبا ولا لا, خلينا نقول اللي عنده مشكلة جيوب أنفية ولسه مو عارف, في بعض الأعراض أو بعض الأوصاف الطبيب بيقول له هل بيختلف عليك الألم وانت ممدد مثلا وانت نايم ولا انت بتسجد؟ ليش؟ لأن هذه الحركات بيتحرك السائل اللي جوه موجود في الجيوب الأنفية. فبيقول له ايوه تزيد مرة, انا ما قادر اسجد اصلا. الطبيب يعرف نوعا ما ان هي متجهة اكثر للجيوب الأنفية. هذه واحد من الأشياء اللي نعرفها. تمام. الشيء الثاني انه المريض مثلا اتصل صحي من النوم يعني ألم يقول لي لا يطاق. طب ايش بك؟ آلام الأسنان غالبا جيكي ألم سن واحد. مستحيل 28 سن في الفم يضرب في مرة واحدة. صح؟ صحيح. فيجي المريض اتصل يقول لي انا فكي اللي فوق كله يمين يسار قدام ورا كله يوجعني.
الطبيب الأسنان عارف إنه يعني مو نادرا غالبا 0% إنه كل الأسنان في وقت واحد الأعصاب كلها تضرب في مرة واحدة. فيبدأ يفكر إنه أنت أقول لك أنت عندك جيوب أنفية, روح أنف وأذن وحنجرة بسرعة, لأنه هذا بيأثر عليك في أنت كيف بتستقبل الألم, لأنهم ليهم نفس الموصلات العصبية زي ما قلت. بس صحيح دكتور أنه أحيانا ممكن ألم ضرس معين يسمع في بقية الضروس يعني. صح, صح. وهذا نفس المبدأ اللي احنا قلنا يعني أعصاب الأسنان مرتبطة في النهاية أو تلتقي مع في عصب واحد جميعها, كأنه سلك, خلينا نقول في فروع وفي السلك الرئيسي مثلا أو العصب الرئيسي. العصب الرئيسي ده أوقات ما يعرف مصدر الألم من فين, فبيسمع في كل الأماكن اللي هو بيوصل عليها. هنا بيجي دور الدكتور أنه يقدر يحدد فين مصدر المشكلة. صحيح تحديدا. صح, جميل. طيب إيش في علاقات تانية دكتور بين الأسنان بتنعكس على الجسم؟ في أشياء اللي هي خلينا نقول أولا خلينا قبل ما أتكلم على هذه الأشياء, في حاجة الناس كثير ما تعرفها, في تخصص عندنا اسمه طب الفم. هذا طب الفم هو تخصص قد يكون يعني هو نادر, ما هو موجود كثير لكنه موجود خاصة في المستشفيات الكبيرة. هذول عندهم المقدرة لتشخيص وعلاج الأمراض اللي بسببها, سواء كانت مترابطة هل هي سببها أسنان ولا سببها الجسم, هم بيحاولوا مع الطبيب في الجهاز اللي هو فيه خلل, لأنهم يشتغلوا مع بعض. إيش الفرق بينه وبين طبيب الأسنان العادي؟ احنا طبيب الاسنان العادي احنا بنركز في السن نفسه. ايش أيوة. ايش عنده مشكله؟ ممكن مثلا يقول لي والله في تقرح اعرف, لكن اوقات بتمتد عن انا طبيب اسنان ان انا ما اعرف, اقول له انت تحتاج طبيب امراض فم, هو تخصص من الاسنان. يعني هو متعمق اكثر بين العلاقه بين مشاكل الفم والجسم, غير السن نفسه كسن. بياخذ الفم كوحده وبيشوف ايش المشاكل اللي منعكسه من اجهزه اخرى عليه. جميل. لما بتوصل مرحله انه ما نعرف, وانواع كثيره من على السرطانات بيشخصها اللي هو أمراض الفم. يكون الطبيب حق الأسنان شاف شيء, بدأ يكتشف إنه هذا الشيء قد يكون حاجة ما هي كويسة. أنا ما حشخص السرطان, أنا حقول له روح لدكتور أمراض الفم. حضرتك هنا تقصد سرطان في الفم ولا سرطان في الجسم؟ لا, سرطان في الفم. إحنا عندنا سرطانات في الفم بتجي في اللسان, في اللثة, في أنواع معينة من السرطانات بتجي في الفم. فهذه طبيب الأسنان قد يكون هو أول واحد شافها, بس هو اللي بيرسلها لطبيب المختص. طبيب المختص اللي هو طبيب الفم. خلينا أرجع لسؤالك تاني. طب إيش في بعض الأمراض اللي هي قد تكون من الأسنان وبتأثر علينا في الجسم؟ لا, هي خراجات الأسنان. خراجات الأسنان هذه من أشهر الصراحة الأشياء اللي احنا دائما نحاول انه نقول للمريض ترى مو اي خراج ما فيه ألم, يعني انت لازم تسيبه, لازم تشيله, لانه بيأثر رقم واحد عندنا على بطانة القلب والسكتة القلبية والدماغية. كل الأبحاث الأخيرة بتشير على علاقة وطيدة ما بين البكتيريا الموجودة في خراجات الأسنان. أيوة. ونفس البكتيريا الموجودة لما الواحد يجيله سكتة قلبية ولا التهاب بطانة. لهم في علاقة مرتبطة قوية جدا جدا جدا. يعني صارت يعني خلينا نقول حاجة علمية مثبتة, ما هي حاجة لسه احنا بندور عليها. عشان كده خراج الأسنان لازم تعالجه حتى لو ما وصل لمرحلة انه هو يسوي لك ألم. لازم يتعالج, لأنه لو ما تعالج هينعكس على صحة القلب. بس موضوع دكتور انه ممكن يوصل لأزمة او سكتة قلبية. يعني بعض الأبحاث يعني لما بيجي واحد عنده سكتة وبيأخذوا مثلا بيحللوا الجزء من اللي سواله مثلا السكتة, بيحللوا التخثر الدم ده اللي سواله السكتة مثلا, صحيح, بيلاقوا فيه نفس البكتيريا اللي موجودة في الفم. إيش معناها؟ معناها هي جاءت من هناك. طبعا. طيب هل في علاقة دكتور بين الأسنان أو مشاكل الأسنان والحمل والإجهاض؟ هذه من الأشياء اللي كمان يمكن الناس نصدم كثير عليها, بس بعض الأبحاث المثبتة كمان, خلينا نقول ما هي أبحاث لسه شغالة, طبعا شغالة مثبتة. هنا المريضة أو المراجعة اللي عندها مشاكل لثة لفترة طويلة بدون معالجات عندها خطورة الإجهاض المبكر جدا عالية. إيش العلاقة يا دكتور؟ نفس الشيء البكتيريا, والبكتيريا دي في أماكن في جسمك ما تقدر تستحملها, منها الرحم. فإذا وصلت للرحم, الرحم ما يقدر يستحمل البكتيريا دي, فبتصير إجهاضات مبكرة. وبالفعل هذه بقول هذه مثبتة, هي إحنا مو لسه بنسوي عليها الدراسات شغالة عليها عشان نعرف نقللها عشان نعرف نوعي, لكن أصبحت حقيقة علمية. الأسنان التهابات اللثة الغير معالجة لفترة مرة طويلة بتأثر على الإجهاض المبكر عند بعض النساء. طيب وبالنسبة للرجال يا دكتور, معلومة أرجو أنه حضرتك تصحح لي إياها لو هي خاطئة, بس هي بالنسبة لي معلومة غريبة شوية. أنه مشاكل الأسنان بتنعكس على صحة الرجل في علاقته الزوجية, هل هذا الموضوع صحيح؟ والله هي الدراسات شغالة في هذا الجانب الصراحة, والمعلومة قد تكون صحيحة. طيب وأنا أعتبر أنه ليها شقين, الشق الأول الشق اللي خلينا نقول الصحي اللي هو بكتيريا, وبكتيريا موجودة في الفم, والفم هذا في التقاء لأشعيرات أوعية دموية,
الدم ده بيدخل لك، البكتيريا بتدخل عن طريق الدم، شوف مثلا راحت للمناطق الجنسية أثرت عليها، فهذا رقم واحد لأنه هي هذه الطريقة اللي بتصير. الطريقة الثانية اللي أنا أعتقد أنها تكون اللي هي الاجتماعية، يعني إذا الشخص مثلا خلينا نقول شريكه رائحة فمه أو اهتمامه بأسنانه ضعيف، بيصير في عدم رغبة في التواصل بينه وبين الطرف الآخر، هذا بينعكس بيخلي نفسيا جسمك غير مهيئ لاستقبال الشريك الآخر، فبترفع عندهم بتقل عندهم المقدرة الجنسية. صحيح. وأكيد يعني هذه الأمور بتنعكس على دفء المشاعر بين الزوجين، يعني بعد فترة خلاص بيصير الموضوع موضوع مرهق نفسيا وجسديا. صحيح. تخيل هذا كله بداية أسنان، وبداية أسنان وموضوعها بسيط وسهل وممكن حله. صح. حلقتنا مستمرة، هنطلع الآن فاصل قصير نرجع بعد نكمل حوارنا. طبابة مع نشوى السكري، ورجعنا لكم مرة تانية مستمعين الأعزاء في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم الموجة السعودية، ومع ضيف حلقتنا الدكتور جميل عارف استشاري طب وتجميل الأسنان بأكوا دنت لطب وتجميل الأسنان. موضوعنا اليوم عن الأسنان اللي هي مرآة لصحة الإنسان وانعكاس لكل شيء خاص بحياتنا. حياك الله مرة تانية دكتور جميل. أهلا وسهلا. بذكركم طبعا أنه بإمكانكم ترسلون لنا على واتس البرنامج 055-66-89-01. في بعض الأسئلة وصلتنا هنجاوب عليها إن شاء الله، بس باقي كم محور عندنا دكتور نخلص وناخذ الأسئلة. طيب إحنا كده تكلمنا دكتور عن الأمراض اللي في الفم اللي بتؤثر على أعضاء أخرى في الجسم. في أعراض لأمراض ممكن تكون موجودة في الجسم ما هي بالضرورة تكون بسبب خلل في الفم يعني، لكن بسبب خلل في عضو آخر وتظهر في الفم. صح، عبرت عنها بالطريقة الصحيحة، هي ليست بالضرورة خلل في الفم أو في الأسنان، لكن أعضاء جسم أخرى فيها مشكلة أثرت علينا سلبا على الفم. مثل، وهذه بيعرفها طبيب الأسنان. مثل، حبدأ بأشهر واحدة صراحة. أشهر واحدة اللي هي تآكل طبقة المينا في بعض الناس. أيوه. طيب قد تكون أسنانه صحية ومرصوصة يعني مهتم في أسنانه بأعلى درجة، لكن عنده حاجة اسمها ارتجاع المريء. بهذا اللي بيخلي الطبقة هذه تتآكل. صحيح. أيوة. بالضبط، ارتجاع المريء هو حمض بيطلع من معدتك، عندك خلل في المريء فبيخلي الحمض بيطلع في فمك في بالنوم، فبيجي بيختلط مع اللعاب وبيقعد طول فترة نومك بيأثر على أسنانك، بيأكل في أسنانك. فهذول الناس حتى يمكن يعني هو انفجع لو يكون طبيب أسنان شاطر وبيكشف عليه. طبعا الطبيب بيشوف فيه تآكل يجينا بطريقة معينة، يعني مثلا ممكن يشوف المريض يقول له أنت عندك مشكلة في معدتك، عندك مشكلة ارتجاع مريء. بالفعل بعضهم ينفجع يعني كيف دكتور الأسنان هذا عرف أنا إيش عندي مشكلة في الجهاز الهضمي، شافها على أسنانه باين على أسنانه. وفي بعض الناس اللي هو لسه حتى ما راح طبيب جهاز هضمي يقول له ترى على فكرة أنت لو ما رحت جهاز هضمي وحلت دي المشكلة حتعاني معايا أنت في علاج أسنانك للفترة المقبلة. ما زال الخلل موجود، هو ليس خلل في أسنانك من البداية لكنه خلل في الجهاز الهضمي أثر عليك إنك صارت مشكلتك دحين الجهاز الهضمي وأسنانك. الاثنين ما بعض. الاثنين ما بعض. هذه من أشهر الصراحة الأشياء. تمام. في اللي هم بعضهم اللي بوليمي، أنا ما أعرف اسمها الصراحة بالعربي، اللي هم الأكل اللي عندهم مشاكل في الأكل اللي هو بالفعل اللي هم تقريباً يرجع الأكل ويرجع يتقيء. هذا نفس الشيء عشان ما يبغى يسمن. هذا هو حمض بيطلعين من المعدة بيطلعين على برا. فهذول ليهم شكل خاص لأسنانهم، طبيب الأسنان يعرف يقول أنت ترى عندك مشاكل في الأكل. صح. وبعضهم اللي تيجي مع صاحبتها ولا تيجي مع أمها تنكسف لأنه ما تبي اللي معاها يعرف، وأنا أكون ما أعرف لأنه بشرح لها إنه ترى أنت عندك مشكلة لازم تحليها. المشكلة دي غالباً يجوني تجميل، تيجي تقول لي أسناني صارت شفافة، أسناني بتتأكل بسرعة، أسناني أطرافها صارت مو متساوية. نبدأ مع التشخيص، قد تكون مثلا 5 أو 6 سنين وراء ما عندها هذه المشاكل لأنه ما كانت عندها هذه المشكلة. نشأت هذه المشكلة وأثرت على أسنانها بطريقة خلتها تجيني عشان تدور على حل تجميلي للتأكل اللي صار على الأسنان. جميل. في كمان دكتور برضو أعتقد بعض الناس اللي بيكون عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي أو عندهم ديدان معوية أو عندهم بتظهر في رائحة الفم الكريهة. هذه من النقاط. صحيح. أيوة. هذه ما العلاقة بالأسنان، هذه تجي من الجوف. بالفعل. عشان كذا طبيب الأسنان لما يجي بيشوف، طبعا إحنا تكلمنا إنه الناس تدور لما
يشوفوا رائحة كريهة ما يجي الرقم واحد اللي هي الأسنان، يروح على طول الجهاز الهضمي. احنا تكلمنا انه هي واحد من الأسباب، لكن أسبابها دائما أسنان، بس في بعض الأسباب بالفعل اللي هي جوا جسمك من فعل اللي هي الارتجاع المريء، هذا يسوي رائحة كريهة لما تصحى من النوم، يعرفوها معظمهم يعني لأنه بيشم رائحة الأسيد في فمه. جميل. طيب بالنسبة للدكتور لأمراض الكبد، طيب أمراض الكبد هذه كمان من الأشياء صراحة اللي تعبر عن نفسها كثير عندنا في الفم. الكبد لما يكون عنده خلل فيه بينشأ كمان معه نقص في فيتامين بي، فهذه كلها بتأثر علينا في الأسنان، بيصير فيه تقرحات، بيتغير، بيصير فيه أوقات نزيف من نوع معين، يبدأ شوية يصير بعض الناس يصير لون الأسنان شوية أصفر مرة بطريقة اللي هي صفرة داكن، ما هو أصفر قهوة أو شاهي يعني. هذه كلها بنعرفها عن طريق إن إحنا بيعبر عن نفسها اللسان والطبقة الموجودة عليه، هذه من أحد تشخيص مشاكل الكبد. صحيح. بيروح لدكتور الجهاز الهضمي بيقول له طلع لسانك. أيوة. طلع لسانك على الداعي طبيب يعني. الأسنان ليش بيشوفها الدكتور الثاني؟ لكنها بالفعل مرتبطة مع بعض، قد لا يكون خلل مننا كأسنان أو منك في أسنانك، لكنه خلل انعكس بسبب خلل في وظيفة أخرى من الجسم. في كمان من الأشياء بعض الناس اللي الحمل، أنا صراحة إحنا تكلمنا قبل على الحمل في بداية الحلقة، لكن عندي كمان في جزء آخر من الحمل قد تكون معلومة حلوة وصادمة في نفس الوقت. تعرف إنه طبيب الأسنان ممكن يكون أول واحد يعرف قبل المرأة نفسها إنه هي حامل ولا لا؟ لا هذه جديدة يا دكتور. إيه والله. كيف يعرف؟ طيب هذه كيف يعرفها؟ إحنا لما الواحدة بتحمل بيصير في لخبطة هرمونات. صحيح. هذه عادية أي حرمة بتصير عليها. بعض النساء بتصير عندهم لخبطة الهرمونات، لخبطة الهرمونات دائما مرتبطة عندنا باللثة، ارتباط وثيق جدا. فأوقات مريضة تكون استهتمامها بأسنانها جدا عالي وممتاز وكل شيء، فجأة ظهرت لها حبة كده عند الأسنان بين الأسنان زي كأنها كورة، كأنها حاجة معينة، يعني مو شرط هذا اللي يجي، ما انتبهت على أي شيء ثاني، راحت لدكتور الأسنان، دكتور الأسنان شيك ما في شيء، الأسنان سليمة ما عندها حاجة، أبدأ أسئلة شوية خاصة، يقول له آخر مرة متى جاتك الدورة؟ والله دكتور أظن ليها فترة، أقول لك راجع الطبيبة قد تكون أنت حامل. وبالفعل صارت على المستوى تطلع حامل بالفعل، لأنه صارت بداية لخبطة الهرمونات اللي انعكست عليها لثتها. بالضبط. وهذه مذكور عندنا في كتبنا إحنا الأسنان، إنه قد يكون دكتور الأسنان من الناس اللي يعرف أوقات إنه المرأة حامل قبل هي أوقات ما تعرف إنها هي حامل بسبب لخبطة الهرمونات اللي انعكست على اللثة وظهرت على اللثة. لكن هل هي عندها مشكلة في اللثة؟ لا. تمام يا دكتور. باقي لسه في عندنا شيء تأثيرات أو أعراض بتظهر في الفم؟ عندنا بعض التأثيرات اللي صراحة المناعة، جهاز المناعي إحنا من أكثر الأجهزة اللي مرتبطة بينا، لأنه كل ما قلت مناعة الإنسان كل ما بتزيد أعراضها. التسوسات الكثيرة اللي تيجي فجأة، قد لا تكون خلل في بنية السن ولا في نظام أكلك ولا في شيء، لكن عندك نقص في المناعة بسبب أمراض أخرى بسبب الجهاز المناعي، هذه بتعرض علينا إحنا في الفم. أوكي. وتظهر برضو على صحة الفم والأسنان. جميل. طيب دكتور، إحنا يعني آخر محور هناخده علشان نجاوب على أسئلة المستمعين، بالنسبة للحالة المادية، الأسنان والعلاقة المادية، أولويات في الحياة، هذا المحور حضرتك ركزت عليه وقلت خليني يعني أتكلم عن هذه الجزئية، لأنه فعلا هي جزئية مهمة جدا في حياتنا. صحيح. وعشان بس استطرد زيادة في الموضوع، إحنا لما نيجي ندرس في الأسنان ونيجي ندرس التجميل، بندرس مثلا خلينا نقول انعكاس الأسنان على الإنسان نفسه، فبندرس إنه الأسنان بتعطيكي لما تشوفي بتتكلمي مع اللي قدامك عن حالته المادية. لا أقصد هل هو غني أو فقير أو من هذا القبيل، لكن من ناحية اللي مهتم في أسنانه ومهتم في لبسه حيديكي انطباع كويس للي قدامه عن هو كيف بيهتم في نفسه. صحيح. بغض النظر، ما بقول الحالة المادية، لكن إحنا نسميها اللي نوعا ما لو شفتي واحد أسنانه نظيفة ولابس كويس حتقولي لا شعوريا إنه هذا حالته المادية كويسة. أكيد. اتفقنا ولا لا؟ أكيد. صحيح. هذه موجودة. فلما نيجي واحد أسنانه ما هي كويسة أو خلينا نقول منظرها غير لائق للقبول أو إنه يتكلم ويظهرها، قد يكون عندك حكم مسبق عليه إنه هو حالته المادية قد لا تكون جيدة. طيب، مع أنه يمكن تكون حالته المادية جيدة. لما تكون حالته المادية جيدة، هنا بيجي اللي هو خلينا نقول أولويات الصرف. أنا أسميها أولويات الصرف. جسم أنت، أي بني آدم لازم يحب نفسه، زي ما قلت بداية الحلقة، حبك لنفسك هو انعكاس كيف الناس حتشوفك أصلا. صح. يعني فإنك أنت ما تهتم في جزء من جسمك، هذا معناه في خلل بينك وبين نفسك على جزء من جسمك لازم تحله. تحله نفسيا، تحله ماديا، بس لازم تركز عليه ويكون من أولوياتك. صح. يعني ما ينفع تروح مثلا خلينا نقول ظهر جوال
الجديد وجوالك القديم شغال وأسنانك مسوسة وكلها بينها وبين تأخذ الجوال وتترك أسنانك وتترك أسنانك فلازم تخلي أولويات صرف. أيوة. أنت تبغى الناس اللي قدامك، الناس ما حتحكم عليك إنه شايل جوال جديد، صح. الناس حتحكم عليك أول حاجة منظف أسنانك وشكلك مرتب ولا لا. جميل يا دكتور. طيب دكتور هناخد بس كذا كم سؤال على السريع. معانا سمية تقول من فترة شهرين طلع لي حبة في اللثة كشفت قال خراج، بعدها كشفت على السن من يومين ثلاثة وتم علاجه، بس الحبة لسه موجودة في اللثة ما راحت، فليش السبب؟ والله ليه أسباب كثيرة، قد تكون إنه الدكتور ما نظف، قد تكون عصب وما نظف قنوات العصب، قد تكون جيوب لثوية الدكتور ما نظفها كويس، لكن مدام ما زالت موجودة معناه السبب موجود. يعني لازم ترجع تروح مرة ثانية دكتور عشان يظبطها أو ينظف المكان. تمام. طيب سلام عليكم، عندي البنت باستمرار أثناء النوم بتصدر صرير للأسنان، ونصحيها تقول ننصحيها نقول يوجعك شيء تقول لا. ايوه صرير الاسنان هذه من ممكن هذه يمكن نسيناها في احنا بنتكلم عن المحاور، قد يكون ان هي الحاله النفسيه لما طبعا الاطفال ما لهم حاله نفسيه، لكن هي بعضها تقول حك الاسنان او جز الاسنان هو وراثه وهي نايمه. ايوه هي نايمه. فلو خلينا نقول الجز هذا كان على قبل ظهور الاسنان الدائمه، الابحاث حقتنا تقول ما منها خلل على الاسنان اللبنيه، لكن من يوم ما تظهر الاسنان الدائمه ولسه هذا موجود الخلل اعتقد لازم زياره الطبيب. جميل. طيب في سؤال دكتور يقول أعاني من تقرحات باللسان من فترة طويلة وبدأت باللثة كمان ومؤلمة جدا، تروح وترجع، حتى شكل اللسان يتغير ومرات تحصل تشققات فيه، تعالجت باطنية وعند الأسنان بس ما في فائدة، فإيش السبب وما العلاج لأنه أتعبتني؟ اعتقد في خلل من الجانبين، يعني اذا انت بالجانب اللي هو خلينا نقول الاجهزه الهضميه وعلى جولك هي كويس، قد يكون في سبب دكتور الاسنان ما عرفه في الفم، لكن ما دام العرض موجود معناه السبب موجود، قد ما اقدر انا يحضرني دحين اقول لك ايش السبب، لكن اعتقد انك لازم ترجع تعيد تقييم الحاله من جديد مع الدكتور. جميل، انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور جميل عارف استشاري طب وتجميل الاسنان باكوادنت لطب وتجميل الاسنان، شكرا لوجودك معنا دكتور جميل. شكرا. الله يسلمك. الشكر موصول لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء، شكرا لتواصلكم وشكرا متابعتكم لنا، ألقاكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، تقبلوا تحياتي من خلف المايك، أنا نشوى السكري ومخرج الحلقة رائد باراجي، دمتم في حفظ الله.